زمونگا والد محترم ولی کامل متبع السنة حضرت الحاج مولانا سید حسین شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیتا چی ها غید راشی پا سٹیج باندی او د ختم خواجاگان ندی دا پروگرام با قید افتتاو کی او ختم خواجاگان دا دا اولیاء اللہ دا ها غی او سلسلہ دا دا ذکر او اسکار او دا تصوف او دا سلوک او سلسلہ دا چی ها غید دا ختم خواجاگان ندی مجلس انعقاد و شروعات او کی نو دا مجلس با اللہ تعالی نور منور کی و نور با معطر کی تا خو تاسو ته معلومه ده پښتانه وایي چې څومره ګوړه اچي نو دومره خوږوالی زیاتېږي نو چې حضرت الحاج صاحب به ختم خواجاګان کوي دا ټول طلبا کرام به تاسو هغوی سره به الم نشرح لکه صدرک لا حول ولا قوت الا بالله لا ملجا ولا منجا من الله الا الیک دا کم فاضلان دي تاسو به هم وایي صحیح او دا کم عام طلبا دي او دا زمون کم عوام الناس مسلمانان راغلي دي دی ټول به ان شاء الله تعالی غي سره په شوق او په محبت سره وای خاص والد محترم الحاج سید حسین شاہ صاحب ته چې هغه دي ختم خواجاګان شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم وای ولې کوم کار د بسم الله نه شروع شي هغه خیر او برکت وي او کوم کار چې د بسم الله نه بغیر شروع شي اگر لنڈے مچے ہوئی نمونگا دا ختم پا بسم اللہ سر شروع کرو دو خدے پاک بنوم اغدو سرا بیا طول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد پوری سا خلے اڑ گئے وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه تلسا خلي لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله
إلا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بس ختم دعاء قبلي. الحمد لله رب العالمين ولا مذقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا الله ناكم ختم وشو دديس ثواب لمن بمفلنا بلا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم پیغمبران صحابہ کرام اولیاء کرام تے شہید ہائے گھن تو رسے دی مجمع کے جو سوک ناس دی دی پکوڑے کے سوک وفاسی ہوئی دائیں گھن تو رسے دا آدم علیہ السلام نوار تر نن وز پہ جو سمہ مسلمان دنیا خوشی ہوئی دائیں گھن تو رسے یا اللہ دا دغ جامی کہ چی پہل ورد نوالا تر نن وز پہ جو چاہ چاہ سس امدان لو کری دی غن پہ غن قبول کی دا دی غن لو خیر خواہانو او دا معاونینو پہ مال جان اولاد کی برکات نازل کی کم چې وفات شوي دي یا الله د هغې خونو ته دې ثواب ورسوي. زمونږ یو مشر چې د هغې تجوید پیش کړی و حاجي شاهجان صاحب چې وفات شوی دی زمونږ معاون و، هغه ته هم دعا کې یاد کړئ چې خدای پاک دې دا د دې ثوابونه هغې روح ته هم ورسوي. یا الله دا ختمونه قبول کړي، او یا الله د دغه جامع چې کوم نور انتظامات دي دغه تعمیري سلسله شروع ده دغه دوه پلانه نور جوړول دي زه هغه شته شوی دی صرف یو شپږ مرلی ګوټ کې پاتې دي. یا الله هغه سلسله دغه دا جماعت توسی لاندې بیسمنٹ دا سلسله یا الله دا جاری وساری ساتي، او د دې خپل د غیب خداونه اسباب جوړ کړي. یا الله د دغه مدرسې رستو دا شان دوه پلانه نور جوړول دي مخکې ته جماعت توسی او بیسمنٹ دا بل دغه دا مسله ده
یا لدى خبل الله معدود خدارونا دا دي انتظاماتو كي لدى ختم مباركت سرا یا الله دا لول انتظاماتو كي پروس کال دغا داغ زيو شار زيو خدای پاک ورکی دغا بحار جون کو تاسو قتلو طول خداري الله پلاس کی دي یا الله دا خبل الله معدود خدارونا دا طول انتظامات برابر کی دا نن کم دستر بندی شروع دا دا نن پاکستان طریقی سر انجام پذیر کی د دې غونډې مجمع د وړاندې نه رستو نه ښي طرف نه ګس طرف نه بره نه لاندې نه فاتو کې یا الله زموږ ټولو آیښتو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله ثم بوجوج حفظك گل تعداد کی ناظر و فا طالباتو چین وغا یو سشن گرشو دیلم دا غل پر کی یاد کے جی خدای پاک دی دی صحبونا او دی اجلونا دی اباو اجداتو رسائی او دا مونگا دا طول دا 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 کم معاملت چی چاک کرده دی دا غی پکولی کی سولو افسیوی آئی تا دا دی صحبونا رسائی دا مونگا آخرات با ایمان کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين امين 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 برحمتك يا رب العالمين والد سے ډیر خولي طریقہ باندې ختم خواجاګانو کو او تاسو ماشاء الله ډیر په ذوق او په شوق باندې اغي سره حصہ واغستا الله تعالی دې تاسو ټول له ډیر اجر په دنیا او په اخرت باندې درکې دا سمره ملمانه حضرات اغی جامع حاضر تا دا پروگرام دا حاضری پا سلسلہ کی تشریف را اوری گڑی دا طولو تزب خیر علیویم او طولو دا پار دا اللہ تعالی نا دعا گویم چی اللہ تعالی دی زمونگا دا جامع حلیمی پا دورشل باندی جی سمر کسان را ننوتی دی او زمونگ دی پروگرام لی اخکولا و زینت ور کڑی دی اللہ تعالی دی اغی لڈیر خیر و برکات دا دنیا و دا آخرت نصیب و گرزو لے کی زمائی عزت مندو دا مدارس دا علمی قلاگانی دی او سنگش پا قلا کی انسان محفوظ وی پا قلا کی خز خاون محفوظ وی دکشان دا اللہ تعالی دین دا پا دی علمی قلا کی پا مدرسی دی قلا کی دا محفوظ وی او دا سمرہ طلباء کرام جتا سو پا مخامخ دی او کل چہری روخان و منورہ دا دی دا چهری دا حال وی چه دل تا دا کم اسباق دای ویلی دی اغا اسباق اغا دا رب لایزال کلام دی اللہ تعالی قرآن کریم کے فرمائی چه الف لام را کتاب انزلناه الیک کتاب انزلناه الیک مبارکن الف لام را دا دی پا معنی مراد باندی اللہ تعالی خبوئی گی دیتا مفسرین حضرات عروف مقطعات وی کتاب انزلناہو اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم قرآن ما نازل کرے دے دا دیر عظیم و شان کلام دے وجہ دادا چی دا ما نازل کرے دے او تاسو تا معلوم دا چی دا انسان دا خبر قدر دا آغا انسان دا عظمت او دا آغا دا رفعت پا بنیاد باندیوی یو خبر زکم زما خبری تا زما خبرہ اخبار کی بیان نجوڑی گی او خبرہ با زماوی یا زمان با کمزوری خبرہ کئی کچھ وزیراعظم سے بھی ہوگی نو آقا اخبار کی راشی وجہ دارا چھ دا وزیراعظم سے رتبہ و مقام اجد دے نو دا طلبہ اکرام دا دی دا مقام دا دا قرآن دا برکت اجد شوئے دے دا پروگرام آغاز کن باقید گئی سرا او خواست کن دا جامعہ حاضا مدرس قاری سید محسن شاہ صاحب تا چی اغی دی راشی استاسو پولان دی دا اللہ جل شانہو دا کلام پاک صحیح مبارک تلاوت کری قاری سید محسن شاہ صاحب اغی دی راشی و تلاوت کلام پاک شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا
وَأَنْ أَتْلُوَ
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ما شاء الله داو جناب قاری سید محسن شاہ صاحب چې پډیر ولولانګیز او پډیر بهترین انداز کې تاسو په وړاندې تلاوت کلام پاک پیش کو جامع حازا جامع حلیمی ته چې څومره ملمانه هغه تشریف او ریکړه ده هغه ته موږ د زړه د تلنا خراج تحسین پیش کو او د زړه نه وته په خیر علی وایو. زما عزت مندو دا قرآن پاک دا اللہ تعالی عظیم و شان کلام دے او قرآن پاک کی اللہ فرمائی چی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا چی کل دا قرآن پاک تلاوت کینی نو دا مسلمانانو دا ایمان ازدیاد و زیادت و سرکی او دا مسلمانانو دا ایمان زیادتی سدا چی دے پا دے خپل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کم کلمه ویلی دا پا دی باندی دا زلو مطمئن وی او حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی کلت دا قرآن پاک تلاوت کے نو دا غین اولان دی او تصور ہو کا نو دا قرآن دا تلاوت بتا دا بیر زیاد خوندر کی او آغا تصور دا چی کلت تلاوت شروع کے نو آغین اولان دی دا سو چکا چی اللہ تعالی مانا ڈیمانڈ کئی چی اے زماف لانکی بندہ تلک دا قرآن تلاوت او کزستا تلاوت اورم نو چی کلپ پدی تصور باندی چی زما استا کنسپٹ او تصور داوی چی زما تلاوت برائی راس ڈارک اللہ تعالی اوری نو بیا پا تلاوت کی بستا خوشووی بیا بستا تلاوت کی لذت او خوان بوی پروگرام بڑاندی بوتل غوالم زمونگا دلتا الحمدللہ جامعہ حلیمی استاسو ہونتی دا مخلصین و مرگرو دا دعاگانو پا برکت باندی ورست روز و کال پا کال پا لار دا ترقی گامزن دا نو الحمدللہ پا دی گزشتا کال کی مونگ دا درج اولا افتتاح ہم اکڑا او پا درج اولا کی مونگ سر سوار لس پنزل لس علکانو ما شا اللہ دا اولا کال کی بغیر دا غیر آزرائی کولو نو دیر پا خولی انداز باندی کال پورا کو آغی کی کم طلبہ اکرام دی نو آغا قاری محمد شایان سے آغی پا خدمت کے زخواس کم چی دید استاسو پولان دی پا عربی کی دخپل دا تقریر اظہارو کی عربی کی بہم بیان کی گی پا انگریزی کی بہم بیان کی گی پا اردو کی بہم بیان کی گی پا پختوں کی بہم بیان کی گی الحمدللہ زمون طلبہ اکرام استاسو دا مخلصین و مرگرو پا تعاون او استاسو پا دعاگانو باندی دیر زیاد ذہین و فتن طلبا دی زخواس کن دا جامعہ دا طالب علم قاری محمد شایان سیبتا جس تاسو تا پا عربی کی خطابو کی محمد شایان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا علی الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رئيس الحقل المبجل وزملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحقل المبجل وزملائي الأعزاء، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليه الصرح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مكياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تزوء الأفكار السليمة، إنها تهذب النفوس الخبيثة. أقامتها أقامة الدين، وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. ناهيك بأهميتها، أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه صلوات الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة الإيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة السفر. ناهيك بأهميتها، أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في مكان المخصوص، لكن الصلاة حرت عن القيد والخصوص، فجعلت لنا الأرض كلها مسجدا برا وبحرا ثرا وثريا. ناهيك بأهميتها، أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة من الصلاة تنور بها وتشرف، فهو بقعة مكرمة، فهو بقعة مشرفة، فهو بقعة منورة. من عمره وبناه فله كذا وكذا فضائل، فكيف من أدها بنفسها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. خير البكاء مساجدها، وشر البكاء أسواقها. لا يأمره إلا من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا ظالم الأكبر خير ممن منعها وخربها. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا إخواني، انظروا إلى هيئتها، إنها تحمل طيتها مكاني عجيبة وحقائق أميقة. أما عرفت حقيقة قيامها، أنه يدرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، فيحث على غزو البصر عن الفحشاء والمنكر، ويقيد بالأحكام الإلهية كلها خلوة وجلوة، سرا وجهرا، انفرادا واجتماعا. فيا إخواني، أزوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران المبين. أكتفي بهذا الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.